الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق بشيرا ونذيرا بين الساعة، جاء بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ذهب اليقين. نرحب بشيخنا المبارك صادق سلوك ان شاء الله باش يعطينا محاضره دينيه. قبل ذلك هنا سيد ان شاء الله باش يرتل علينا ايات بينات من القران الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء بمقدمتين. الأولى
يبين فيها حقيقة الإنسان وحاجاته النفسية، والمقدمة الثانية يبين فيها حقيقة الإسلام وكيف أنه استجاب إلى حاجات الإنسان الفطرية. فأما المقدمة الأولى قلنا سنبين فيها حقيقة الإنسان وحاجاته الفطرية. فإن من حاجات الإنسان الفطرية صنفان: صنف الحاجات المعرفية المتعلقة بذات الفرد، لكل فرد بذاته ونفسه. والصنف الثاني هو صنف الحاجات العملية المتعلقة بالمجتمع الإنساني الذي يعيش فيه الإنسان. فأما الحاجات المعرفية الذاتية والنفسية فنعني بها أن الإنسان بفطرته يتساءل عن عدة أشياء وجودية متعلقة بذاته وبالكون الذي من حوله. فهو يتساءل من أين خلق هذا الإنسان؟ ما هي مادته الأولية؟ من أين خلق؟ ويتساءل ما هي مهمته على هذه الأرض في هذه الحياة التي يحياها في هذه الحياة الدنيا؟ كما يتساءل عن مصير هذا الإنسان وما هو مصيره بعد الموت، وكذلك يتساءل عن حقيقة الكون الذي يحيط به، سواء الكون في جزئه السماوي من السماوات من النجوم والكواكب والشمس والقمر والمجرات وغيرها، أو في جزئه السفلي بمعنى المخلوقات الأرضية من حيوان ونبات وشجر وأنهار وبحار ورياح وغير ذلك من الظواهر والمخلوقات الأرضية. فهذه هي الحاجات المعرفية الفطرية التي فطر عليها الإنسان، يريد أن يتساءل ويريد أن يجد أجوبة إجابات عن هذه الأسئلة الوجودية. فكل إنسان مهما كان مستواه الثقافي ومهما كان يعني اتجاهه في هذه الحياة الدنيا إلا ويتساءل هذه الأسئلة، سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان موحدا أو مشركا أو غير ذلك. وأما الصنف الثاني من الحاجات التي سميناها الحاجات العملية المتعلقة بمجتمع الإنسان، فإنه من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا على هذه الأرض إلا إذا تعامل مع غيره من الناس، فهو ينشئ مع غيره من الناس علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية وغيرها. وكذلك من المعلوم أن المجتمع الإنساني إنما تطور من وضعه البدائي الأول إلى وضعه المتحضر الذي نعيشه اليوم إلا بعد أن أسس بنيانه المجتمعي على أسس من القوانين والشرائع المعلومة. ولذلك فإن الإنسان هو في حاجة إلى معرفة كيف يقيم علاقاته الاجتماعية مع غيره من الناس والاقتصادية والثقافية، وكذلك هو في حاجة إلى معرفة السنن والقوانين التي يقوم عليها المجتمع الإنساني ليؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. فهذا هو الصنف الثاني من الحاجات المعرفية، من الحاجات العملية. والمقدمة الثانية قلنا أن سنبين فيها حقيقة الإسلام وكيف استجاب الإنسان أو أجاب عن هذه الحاجات الفطرية، سواء منها المعرفية أو المجتمعية. فمن المعلوم أن الإسلام إنما هو قائم على ركيزتين أساسيتين هما العقيدة والشريعة. والإسلام استجاب لحاجات الإنسان الفطرية المعرفية والمجتمعية عن طريق هذين الركيزتين وهما العقيدة والشريعة.
فالعقيدة جاءت لتستجيب لحاجات الإنسان المعرفية، والشريعة جاءت لتستجيب لحاجات الإنسان العملية المتعلقة بحياته المجتمعية. فأما العقيدة فأجابت عن تلك التساؤلات الكبيرة التي يتساءلها الإنسان عن وجوده، عن حقيقة وجوده وحقيقة وجود الكون. فالله سبحانه وتعالى أنزل كثير من الآيات التي تجيب عن تلك الأسئلة التي يتساءلها الإنسان، ومنها تساؤله عن أصل وجوده، كيف خلق، كيف وجد على هذه الأرض، كيف انتشر وجوده حتى تكونت منه الشعوب والقبائل والأمم. ففي هذا المعنى أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أصل نشأة الإنسان، وكيف يخلق في بطن أمه، والأطوار التي يمر بها في حياته وهو جنين. فبين أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من سلالة من طين، من نوع من الطين، من التراب المخلوط بالماء، ثم من هذه السلالة جعل نشأه في بطن أمه من نطفة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نطفة متكونة من نطفة الرجل والمرأة، الأمشاج يعني الخليط من ماء المرأة وماء الرجل، فمن هذه الخليط النطفة الأمشاج تنشأ العلقة، وهي شيء من الدم الخاثر الذي يعلق برحم المرأة، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة، إلى قطعة من لحم صغيرة بقدر ما ينضغ الإنسان، ثم من هذه المضغة تنشأ العظام، وبعد نشأة العظام تكسى هذه العظام الرحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، أي الخلق الآخر هو ذلك الجسم الذي ينفخ فيه الروح. عندما ينفخ الروح في هذا الجسم المتكون من النطفة والعلقة والمضغة يصير خلقا آخر، يصير إنسانا معنى الكلمة، إذ أنه هو يكون مخلوقا من جزئه المادي المتكون من اللحم والعظام والدم وغير ذلك، ومن جزئه الروحي الذي هو الروح الذي ينفخه الملك في هذا الجسم تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى من هذا الملك. فهذه الآيات تبين حقيقة خلق الإنسان، وكيف أنه خلق من تراب، ثم كيف يتطور في بطن أمه وهو جنين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين وأجاب عن السؤال الثاني الذي يتساءله الإنسان، وهو سؤال متعلق بغاية خلق الإنسان على هذه الأرض، وغاية جعله يعيش على هذه الأرض مدة من السنوات ليقوم فيها بجملة من المهام التي قدرها الله سبحانه وتعالى له. فقال في هذا الشأن، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن غاية خلق الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، والعبادة هنا بمعناها العام الواسع وليس بمعناها الضيق الذي يعني القيام الفرائض، الفرائض المتعلقة بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وغيرها، وإنما العبادة بمعناها الواسع العام تعني كل عمل يقوم به الإنسان وهو يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فكل عمل يعمله الإنسان وهو
يريد ابتغاء وجه الله من ذلك العمل فهو عبادة. ولذلك لأن العبادة أصلها قائم على الخضوع لله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره وإجلائه وتعظيمه، فهذا هو معنى الأصلي والروحي للعبادة. وهذا الخضوع إنما يتجسد في تلك الفرائض والأعمال التي يقوم بها الإنسان استجابة لربه عز وجل. وهذه العبادة في الحقيقة هي عبادة قائمة على معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. لأن العبادة الحقيقية لله عز وجل إنما تكون قائمة على معرفة الله سبحانه وتعالى، فالخضوع لله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله إنما يكون نتيجة لمعرفة الله سبحانه وتعالى حقيقة الألوهية، حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقة أفعاله. فإذا علم الإنسان هذه الحقائق عن الله سبحانه وتعالى وعلم صفاته وأسماءه الحسنى التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية، ومنها قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أي صفات الكمال والجمال، ويسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينزهه كل المخلوقات، تنزهه على أن يكون له صفات النقص، فهو متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله ازداد تعظيما لله سبحانه وتعالى وخضع له واستجاب لأمره ونهيه. وهذه هي العبادة الحقيقية، وليست العبادة إنما العبادة التي تكون عبادة سطحية ليس فيها معرفة حقيقية بذات الله سبحانه وتعالى وليس فيها معرفة بالمعبود الذي يعبده. فإذا عرف الإنسان حقيقة الله سبحانه وتعالى وحقيقة أفعاله في مخلوقاته ازداد خشوعا له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الذين يطلعون ويتعرفون على أسرار خلق الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، عندما يدرسون هذه المخلوقات بكل أنواع الأدوات والمعارف العلمية، مثل الاطلاع على أسراره في خلق الحيوانات وفي خلق الحشرات وفي خلق السماوات الكواكب والمجرات والشمس والقمر، كلما اطلع الإنسان والعالم على سر من أسرار هذه المخلوقات إلا وتبين له قدرة الله عز وجل وعلمه الواسع، وتبين له أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، فعند ذلك يزداد خشوعه لله عز وجل. فهذه المهمة الأولى هي إذن مهمة العبادة القائمة على المعرفة الحقيقية لصفات الله سبحانه وتعالى ولأفعاله ولسننه في مخلوقاته ولأسراره في هذه المخلوقات. أما المهمة الثانية لهذا الإنسان التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى فهي مهمة الخلافة، خلافة الله سبحانه وتعالى على الأرض. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه المهمة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى يبيننا في هذه الآيات أنه أراد أن يستخلف أن يجعل له خليفة على هذه الأرض، أي هذا الخليفة الكائن الذي يريد أن يكلفه بجملة من المهام على هذه الأرض، وجعل هذا الخليفة هذا الإنسان. فالملائكة تعجبت كيف يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة وهو معروف ويعرف بأنه من يفسد في الأرض ويدخل فيها القتل وسفك الدماء. فقال الله سبحانه وتعالى أجاب الملائكة على هذا التساؤل وهذا الاستفهام بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلم الملائكة، ويعلم أن هذا الذي استخلفه هذا الإنسان الذي استخلفه في الأرض إنما استخلفه على أساس من المعرفة بحقيقة هذا الإنسان، وأنه زوده بالوسائل التي سيؤدي بها هذه المهمة مهمة الخلافة على الأرض. ولذلك قال بعد ذلك وعلم آدم الأسماء كلها. فالله سبحانه وتعالى ما استخلف آدم على هذه الأرض إلا بعد أن علمه، إلا بعد أن أتاه من العلم الذي يكون قادراً به على أداء هذه المهمة مهمة الخلافة. فعلمه الأسماء، أي علمه أسماء الأشياء الموجودة حوله على في الكون سواء على الأرض أو في السماء. علمه هذه الأسماء، أسماء الجبال والشجر والدواب والأنعام والكواكب والقمر والشمس والنجوم وغيرها، لأنه سيكون في حاجة إلى معرفة هذه الأسماء وحقيقتها والسنن التي ركبت على ضوئها هذه المخلوقات، لأنه في مهمة الاستخلاف سيكون ستسخر هذه المخلوقات حتى يستطيع أن يؤدي مهمته على هذه الأرض مهمة الاستخلاف. وإذن هذه المهمة بيّنها الله سبحانه وتعالى كذلك في قوله تعالى في سورة هود مخبراً عن نبيه صالح عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صالح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى قد أراد من قومه ومن الإنسان بصفة عامة أن يعمروا هذه الأرض. قال هو خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. الله سبحانه وتعالى خلقكم أيها الناس من هذه الأرض وطلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، أن تقيموا فيها الحضارة، أن تقيموا فيها البناءات والمؤسسات المجتمعية والمؤسسات الثقافية والاقتصادية، أن تعمروها بالفلاحة والتجارة وبالزراعة وبالصناعة وكل الأعمال التي ستكون مهيئة لكم لتؤدوا هذه المهمة مهمة عمارة الأرض وبناء الحضارة وبناء المجتمع الإنساني المتحضر. فهذه إذن المهمة الثانية التي كلف بها الإنسان، وهي أن يكون خليفة لله على هذه الأرض ويعمرها وينشئ فيها المنشآت بمختلف أنواعها اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وغيرها. فهذا هو السؤال الثاني الذي يتساءله الإنسان، وهو سؤال عن مهمة الإنسان على هذه الأرض. ثم إن الإنسان يتساءل عن مصيره بعد الموت. هذا السؤال يجيب عليه كثير من الناس بحسب عقائدهم،
فالذين لا يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون بوجود اليوم الآخر يقولون أن هذا الإنسان بعد موته ليس له أي وجود وليس له حياة بعد موته. ومن هؤلاء الذين المعروفون بالسدهريين والذين قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الملحدون الذين أنكروا وجود الله وأنكروا وجود اليوم الآخر والحساب والجزاء يظنون أن الإنسان إنما يميته ويهلكه الدهر الزمان وأنه بعد ذلك ليس له أي وجود ليس له شيء ليس له وجود يذكر بعد موته. وأجاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنكرين لوجود اليوم الآخر والحساب قائلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله سبحانه وتعالى من صفاته الحكمة والعلم فإذا خلق شيئا فإنما يخلقه لحكمة وهذه الحكمة تقتضي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وكلفه وجعله خليفة له على الأرض فالحكمة تقتضي أنه يحاسبه على هذه المهمة أنه سيجعل له حسابا يحاسب به على هذه المهمة مهمة الخلافة على الأرض ومهمة العمارة الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة بمعنى أنه كلفه بجملة من المهام والأعمال المطالب بأن يؤديها على هذه الأرض ثم إنه بعد ذلك مهمة الاستخلاف تقتضي أن يحاسب الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان على ما قام به في شأن هذه المهمة هل أداها على أحسن وجه أم أنه لم يؤدها ولم يؤدها على الوجه المطلوب منه. ولذلك فإن هذه الحياة هي جعلها الله سبحانه وتعالى كلها هي المدة الزمنية التي سيقوم بها الإنسان في مهمة الخلافة ثم جعل له الحياة الآخرة ليحاسب فيها على هذه المهمة وعلى حسب أداء هذه المهمة سيكون له الجزاء. إما إذا كان أداء هذه المهمة على أحسن وجه سيكون جزاؤه الحسنى وإذا لم يؤدها كما هو مطلوب منه وكما أمره الله سبحانه وتعالى بأدائها فجزاؤه يكون له جزاء السوء. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كثير من الآيات طبيعة هذه الحياة الآخرة وما هي نوع هذه الحياة والمخلوقات التي فيها وكيف يحيا فيها الإنسان في هذه الحياة الآخرة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سبحانه وتعالى يفصل لنا في هذه الآيات حقيقة حياة الإنسان في هذه الآيات حقيقة حياة الإنسان في الآخرة وحقيقة ما فيها من المخلوقات من الأشجار والأنهار والحور العين والعيون الجارية وغير ذلك
كل ذلك ليبين للناس حقيقة هذه الحياة الآخرة وما ينتظر المحسنين في هذه الحياة الدنيا من نعيم في هذه الحياة. وفي هذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الحياة التي يبين الله سبحانه وتعالى بعض في كثير من الآيات بعض الأشياء التي تعطينا صورة عامة عن هذه الحياة، ولكن حقيقة هذه الحياة لا يمكن أن ندركها لا بأسماعنا ولا بأبصارنا ولا بقلوبنا وخواطر القلوب. فهذه إذن بعض الآيات من كثير من الآيات التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الإنسان سيرد إلى ربه ليحاسبه على ما عمل في هذه الحياة الدنيا ويجازيه على هذا العمل. هذه إذن بعض الآيات التي هي من آيات العقيدة التي تبين لنا حقيقة الألوهية، حقيقة الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الإنسان، ولماذا خلق، وما هي الغاية من خلقه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أجاب كذلك على السؤال الرابع الذي يتساءل الإنسان، وهو حقيقة هذا الكون في جزئه السفلي والعلوي. فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات أنه قد خلق هذا الكون في أصله من الرتق، أي شيء كتلة من المادة متصلة بعضها ببعض كالرتق الذي مثل القماش الذي فيه ترتق الخيوط وتتصل بعضه ببعض. ثم إن الله سبحانه وتعالى أحدث في هذه الكتلة المتماسكة في أجزائها أحدث فيها فتقا، أي جعل أجزائها تتفرق بعض عن بعض ويبتعد بعض عن بعض. فهذه الصورة هي إشارة في الحقيقة لكيفية نشأة الكون في كل معنى أجزائه من النجوم والشمس والقمر والأرض. وهذه الحقيقة قد توصل إليها علماء الذين يبحثون في علم نشأة الكون، فإنهم بعد رصد الكواكب والمجرات والنجوم والشمس والقمر ورصدها بمراصد من مختلف أنواع المراصد الأرضية والمراصد الفضائية من الأقمار الصناعية، رصدوا الآلاف والمئات الآلاف من النجوم البعيدة والقريبة التي تبعد عنا بمليارات من السنوات الضوئية. فمن خلال هذه الرصد الذي دام سنين طويلة، يمكن أكثر من 20 سنة أو 30 سنة وهم يرصدون هذه الأجرام، انتهوا في الأخير إلى نظرية قائمة على فرضية لنشأة هذا الكون سموها نظرية الانفجار الكبير، بمعنى أنهم يعتقدون حسب نتائجهم العلمية أن كل هذا الكون بكل نجومه التي تعد بالمليارات من النجوم والمجرات وغيرها كان كتلة صغيرة موجودة في نقطة من الفضاء، معنى فيها كل الكتلة هذه في حجم صغير، ثم حدث انفجار كبير في هذه الكتلة الصغيرة، ومن هذا الانفجار نشأت الجزيئات الصغيرة التي لا يمكن أن نراها لا بالمجهر ولا بالرؤية المحسوسة. وهذه الجزيئات التي يسميها علماء الفيزياء وعلماء الفلك الإلكترون والبروتون والفوتون
والنظام وغيرها من الجزيئات التي هي أصل نشأة هذه المادة وأصل نشأة الكون. ثم هذه الجزيئات انتشرت بعد هذا الانفجار الكبير في فضاء واسع غير لا نهاية له، وظلت تتحرك في هذا الفضاء مئات وربما المليارات من السنوات، ثم إنها بعد ذلك انجذبت بعضها إلى بعض فأنشأت الذرات الأولية مثل الذرات الهيدروجين والهيليوم، ثم نشأت بعد ذلك الذرات الأكبر منها مثل ذرات الأكسجين والأزوت وذرات الحديد والنحاس إلى غير ذلك. ثم هذه الذرات صارت يصطدم بعضهم البعض إلى أن نشأت من هذه الذرات المواد الأولية التي نشأت منها النجوم، ثم من النجوم بانفجارات حدثت فيها نشأت الكواكب التي تدور في أفلاك حول هذه النجوم، ومنها الشمس وما يدور حوله من الكواكب التي منها الأرض والمريخ والزهرة وغير ذلك. فهذه إذن النظرية التي توصل إليها العلماء قد أشار إليها الله سبحانه وتعالى في تلك الآية التي ذكرناها من سورة الأنبياء، وكذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه المخلوقات الكونية ونشأتها وتطورها في قوله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى ويفصل نشأة الكون ويعطي حتى المدة الزمنية والأطوار التي مر فيها الكون في نشأته من أول نشأته إلى آخر الحالة التي صار عليها في يومنا هذا. إذن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله خلق الأرض في يومين، والمقصود باليومين ليس أيامنا التي نعود بها الزمن في حياتنا هذه، وإنما اليومين هما يومان المقدران بالمليارات من السنوات الوحدة الزمنية الفلكية. فممكن اليوم، لأن رب سبحانه وتعالى أشار لنا كذلك إلى أن الأيام ليست هي الأيام التي عند الله سبحانه وتعالى ليست مقدرة بنفس المقدار الزمني التي نحسب بها أيامنا في على هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم عند الله سبحانه وتعالى يقدر بألف سنة من السنوات التي نعد بها الزمان في على هذه الأرض. فوحدة الزمن تختلف بحسب المكان أو النقطة الفضائية التي نحسب بها الزمان. فاليوم على الأرض ليس هو نفس اليوم على المريخ، وليس هو نفس اليوم على الزهرة، وليس هو نفس اليوم على عطارد، وليس هو نفس اليوم الذي يمكن أن نحسب به الزمن المقدر لخلق السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى عندما قال خلق الأرض في يومين، المقصود باليومين هي أيام من الوحدة الزمان الفلكية التي يمكن أن تقدر بمليارات من السنوات. ثم قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر عندما خلق الأرض وجعلها أرضا مباركة فيها من الخيرات الشيء الكثير، ومن هذه الخيرات أنه جعل قوتا لكل المخلوقات،
جعل أقوافا لكل المخلوقات التي ستنشأ على هذه الأرض، وقدر في أقوافها في 4 أيام من السائل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي جعل السماء دخان. وهذا ما أثبتته النظريات العلمية الفلكية التي تبحث في نشأة الكون، أثبتت أن الكون قبل نشأة هذه النجوم والكواكب كان عبارة عن شيء غازات متحركة عالقة بها ذرات صغيرة من المادة. وهذا هو الذي عبر عنه القرآن بعبارة دقيقة، وهي الدخان. الدخان الذي هو غزير من الغازات، أحجام كبيرة من الغازات متعلقة بها جزيئات صغيرة من المادة الصلبة الصغيرة. إذن ثم استوى إلى السماء وهو دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل سماء من هذه السماوات 7 القانون والسنة التي تحفظ هذه السماوات وتحدد حركة الكواكب في كل سماء من هذه السماوات، ومنها القانون الذي يخضع له يعني الفضاء الكوني والكتلة الشمس وما يدور حولها من الكواكب. هذا القانون الذي يسمى بقانون الجاذبية الكونية، التي تحفظ هذه الكواكب في مسارات، تجعلها هذه الكواكب تدور في مسارات معينة لا تختلف على مر السنوات وعلى مر المليارات من السنوات، فهي تدور في فلك حول الشمس التزاما وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى هذه السماوات. فهذه إذن بعض الآيات التي تبين لنا حقيقة الكون في جزئه العلمي من الكواكب والمجرات وغيرها، وكذلك في جزء السفلي من النبات والشجر وغيرها. هذه إذن الجزء الأول، وهو الآيات التي سميناها بآيات العقيدة التي تجيب على التساؤلات المعرفية التي يتساءلها الإنسان بفطرته. ثم إن الإنسان يتساءل كذلك، قلنا أن له حاجات فطرية من صنف ثاني، وهي الحاجات المجتمعية المتعلقة بحياته في المجتمع، بعلاقاته الاجتماعية، السنن والقوانين التي تضبط حياته الاجتماعية وتضبط كيف تضبط كل هذه العلاقات التي ينشئها الإنسان مع غيره من الناس في هذا المجتمع. والله سبحانه وتعالى أجاب في كثير من الآيات عن هذه التساؤلات، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المجتمع الإنساني ينقسم إلى 3 أقسام بحسب عقيدة الأفراد الذين يكونون هذا المجتمع. هذه 3 أقسام بيّنها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة بقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات بيّنت الصنف الأول من الناس في المجتمع الإنساني، وهو صنف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وبيّن صفاتهم. ثم إنه بيّن الصنف الثاني من المجتمع الإنساني، وهو صنف الكفار، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الصنفان هم الكفار الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وأنكروا وجود اليوم الآخر،
فقلوبهم عليها ختم وعليها غلاف لا يدخلها الإيمان وإنما هي عامرة بالكفر. فهذا الصنف الثاني من الكفار بينه في آيتين من آيات أول سورة البقرة، ثم إنه بين الصنف الثالث وهو صنف المنافقين، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين، وهي آيات أكثر من الآيات التي بيّن الله فيها سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وصفات الكافرين، وذلك لأن المنافقين ليس من السهل معرفتهم من ظاهرهم، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولذلك ليس من السهل أن يعرفوا من بين غيرهم من الناس، فهم إذا رأيتهم قلت هؤلاء من المؤمنين وهم يقولون نحن من المؤمنين، ولكن في الحقيقة كما قال الله عنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم إذا كانوا مع المؤمنين يقولون نحن معكم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإلى شياطينهم قالوا نحن نستهزئ بالمؤمنين، نقول لهم نحن معكم ولكن في الحقيقة نحن لسنا معهم. فهذه هي الأصناف الثلاثة التي بينها الله سبحانه وتعالى في المجتمع الإنساني بحسب عقيدة أفراد هذا المجتمع. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن صفة أساسية من صفة الفئة المؤمنة من المؤمنين، فقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال أيضا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فبين الله سبحانه وتعالى أن أمة المؤمنين وجماعة المؤمنين هي أمة واحدة تعبد ربا واحد وتتبع نبيا واحد وتتجه في عبادتها إلى وجهة واحدة، والذي وحدهم هو عبادة الله وتقواه. والله سبحانه وتعالى بين كذلك أن هذه الأمة قد كلفت بمهمة باعتبارها أمة مجتمع كامل، وبين هذه الأمة في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بين أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعهم سواء مؤمن أو كافر أو منافق أو غير ذلك، خلقهم من ذكر وأنثى. لماذا؟ يجعل رابطة بين الذكر والأنثى هي رابطة الزوجية، ثم من هذه الرابطة تنشأ الأسرة، ثم من اجتماع الأسر تنشأ من اجتماع الأسر والتصاهر بينها تنشأ القبيلة، ثم من اجتماع القبائل والتصاهر بينهم والتعاون فيما بينهم تنشأ الشعوب والقبائل والأمم. فالله سبحانه وتعالى خلقهم لماذا؟ قال: لتعارفوا، أي لتتعاونوا بينكم بالمعروف وتتبادلوا بينكم الخيرات والخبرات والمعلومات وغير ذلك، لتقوموا بالمهمة المكلفة بهذا الإنسان وهي عمارة الأرض وخلافة الله على هذه الأرض. وبين أن مقياس التفاضل بين أفراد هذا بين الناس ليس هو المال
أو إن جاء أو الشرف أو القبيلة أو الأسرة، وإنما مقياس التفاضل بين الناس هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي خيركم عند الله هو أتقاكم، سواء كان شريفا أو رضيعا، سواء كان عالما أو جاهلا. فالمقياس التي يقاس بها يقاس به فضل الإنسان ودرجته وقيمته هو مقياس التقوى المعتبر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن الآية التي بيّنت ما هي المهمة التي مكلف بها الناس جميعا في هذا المجتمع الإنساني. ثم إن الله بيّن الله سبحانه وتعالى بعض القوانين التي يجب أن تقوم أن يقوم عليها بناء المجتمع الإنساني، من ذلك قوله تعالى فيما يتعلق بعلاقات الإنسان السياسية قال وأمرهم شورى بينهم، أي أن الأمر أمور السياسة وتدبير شؤون الأمة إنما يجب أن يكون قائما على الشورى بينهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه ويشاور المؤمنين في كل أمورهم، فقال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يشاور أصحابه ويشاور المؤمنين في كل أمورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، رغم أنه هو النبي المعصوم عن الخطأ والمؤيد بالوحي، فإنه مع ذلك التزم بأمر الله سبحانه وتعالى بأن يشاور أصحابه، وذلك ليكون قدوة لغيره من الناس، لغيره من المؤمنين، سواء من أصحابه الذين عاشوا معه أو من المؤمنين الذين جاءوا بعده، ليكونوا كذلك ليكون أمراء المؤمنين يستجيبون لهذا الأمر، وهو أمر مشاورة الناس ومشاورة أهل الرأي في كل أمورهم المتعلقة بتدبير شؤونهم المجتمعية. فالله سبحانه وتعالى كذلك بيّن جملة من القواعد الاقتصادية التي يجب أن يقوم عليها البناء الاقتصادي والمجتمعي في المجتمع المسلم، فبين أن الله سبحانه وتعالى حرم المعاملات القائمة على الربا، فقال وأحرم الله البيع وحرم الربا. فهذه قاعدة أساسية يبنى عليها الاقتصاد الإسلامي، وهذه القاعدة تبين أنها من الأسس التي يتأسس عليها الاقتصاد الذي يكون اقتصاداً قوياً. وتبين كذلك من واقع الاقتصاد الحالي في العالم الغربي خاصة أن المعاملات الربوية التي تقوم عليها البنوك الربوية هي من الأسباب الكبرى في كل الأزمات التي عاشتها المجتمعات الغربية. كل الأزمات كان أصلها وسبب كبير من أسبابها هو المعاملات الربوية. وتبين لذلك أخيرا خاصة عندما تبين أن البنوك التي تأسست في المجتمعات الغربية مثل إنجلترا وسويسرا، هذه البنوك التي تأسست على أساس معاملات لا ربوية بنوك إسلامية، كانت قد يعني لم تلحقها تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عاشتها المؤسسات الاقتصادية الأخرى القائمة معاملاتها على المعاملات الربوية. ولذلك نجد كثير من الدول الآن الغربية التي تسعى إلى إنشاء هذه البنوك والمؤسسات القائمة على المعاملات اللا ربوية والمعاملات الإسلامية، وهذا ما تسعى إليه كذلك بعض البلدان العربية الآن. فهذه قاعدة أخرى من القواعد التي بينها الله سبحانه وتعالى
لتقوم عليها المعاملات المالية والاقتصادية في المجتمع المسلم، وكذلك من القواعد التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتأسس عليها المجتمع الإسلامي هي القاعدة التي تجعل من هذا المجتمع الإسلامي مجتمع تراحم ومجتمع تآخي وتآزر، وذلك بأن فرض الزكاة الصدقة المفروضة على الأغنياء التي تجعل وتفرض على الأغنياء أن يخصصوا جزءا من رأس مالهم ليردوه على الفقراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية إذن هي أساس لبناء المجتمع المتراحم والمتكافل فيما بين فئاته، فيما بين فئة الفقراء وفئة الأغنياء، لكي لا يكون فارق كبير يخل بالعلاقة الاجتماعية بين الفقراء وبين الأغنياء. فهذه جملة إذن من الآيات التي بيّنت الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع الإنساني والقوانين والعلاقات التي ينبغي أن تبنى عليها المجتمع الإسلامي الفاضل. الآن سنعود إلى الآية التي ذكرناها في أول الحديث، وهي قوله تعالى: وما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لنبين أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الدين الإسلام ليقوم عليه الفرد والمجتمع الإنساني أنزله كما قلنا وهو قائم على ركيزتين: ركيزة العقيدة وركيزة الشريعة. وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل بيّن لنا كيف يبنى هذا المجتمع الإنساني بداية من تغيير الذات الإنسانية، تغيير النفوس، تغيير ما بالنفوس في ذوات الناس. ثم هذه المرحلة الأولى تتبع مرحلة ثانية هي مرحلة تغيير المجتمع الإنساني الذي كان قبل الإسلام يعيش حالة من الحياة الاجتماعية الجاهلية القائمة على أسس غير صحيحة من الهوى ومن الشهوات ومن الشبهات وغيرها. وكيف يتغير هذا المجتمع الجاهلي ليصبح مجتمع إسلامي؟ فالتغيير الذي أحدثه الإسلام في الناس لما أنزل عليهم هذا الدين كان تغييرا قد تم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي المرحلة المكية، والمرحلة الثانية هي المرحلة المدنية. ففي المرحلة المكية كان التغيير قائما وغايته هو التغيير النفسي، التغيير القائم على الحاجات المعرفية الذاتية للإنسان، القائم على التغيير على ثلاث محاور أساسية: المحور الأول هو التغيير العقدي، والمحور الثاني هو التغيير محور التربية الروحية، والمحور الثالث هو محور التربية الخلقية. ففي الفترة المكية كانت الآيات تنزل لتغير عقيدة المشركين القائمة على الباطل، القائمة على الشرك، القائمة على الظن بأن الله سبحانه وتعالى له شركاء يشاركونه الألوهية أو العبودية، وأن الأصنام تستحق العبادة كما يستحق الله. فهذه عقيدة الشرك التي كانت قائمة في مكة قبل نزول الإسلام، جاء الإسلام ليغيرها ويغير عقيدة الشرك وعقيدة الكفر ويستبدلها بعقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد. فالآيات القرآنية التي كانت تنزل في مكة كان غرضها التغيير النفسي عن طريق التغيير العقدي في عقيدة الناس، وتغيير في تربية الروحية، أي تقسيم وتجذير المعاني الروحية في نفوس الناس المؤمنين
مثل الصبر والتوكل والرضا والخوف والرجاء. هذه المعاني الروحية كانت تنزل بها الآيات القرآنية في الفترة المكية لتثبت في نفوس المؤمنين الذين دخلوا الإسلام، تثبت فيهم المعاني الروحية. ثم كذلك نزلت الآيات لتثبت فيهم الخلق الحسن من التراحم والتآخر والتآزر والصدق والأمانة. كل هذه الأخلاق، كل هذه المعاني الخلقية كان القرآن ينزل بالآيات يثبتها في نفوس المؤمنين. فكانت إذن الفترة المكية هي فترة للتغيير النفسي على مستوى العقيدة وعلى مستوى التربية الروحية وعلى مستوى التربية الخلقية. ثم لما تأصلت هذه المعاني العقدية والروحية والخلقية في نفوس المؤمنين، هاجر هؤلاء المؤمنين وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليؤسسوا مجتمعا مدنيا إسلاميا جديدا، مجتمعا في المدينة قائم على الإسلام وقائم على العقيدة، عقيدة التوحيد، وقائم على المعاني الروحانية الإيمانية وعلى الخلق الإسلامية الفاضلة. ففي الفترة المدنية كانت الآيات تنزل فيها لتبني هذا المجتمع، تبني المجتمع الإسلامي في المدينة، المجتمع الإسلامي المدني على أسس القوانين التي بينا بعضها مثل القوانين الاقتصادية والقوانين الاجتماعية والقوانين الثقافية والقوانين الدينية. الأحكام الشرعية كانت تنزل إذن الأحكام الشرعية لتبين للناس، لتحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه في النزاعات التي تحدث بينهم، ولتبين لهم حدود الإسلام التي ينبغي أن ينضبطوا إليها ويلتزموا بها. فجاءت الشريعة إذن هذه الآيات هي ما يعرف، جاءت لتبين ما يعرف بالشريعة في الفترة المدنية، أي الشريعة التي يمكن أن نقول أنها قائمة على ثلاث منظومات كبرى: المنظومة القيمية والمنظومة القانونية والمنظومة الجزائية. بمعنى أن الأحكام التي تنزل لتبين شرع الله سبحانه وتعالى في المجتمع المدني المسلم هي قائمة على منظومة قيمية، على قيم إنسانية مثل العدل، مثل الحرية، مثل المساواة، مثل التراحم. هذه القيم الإنسانية الكونية هي جزء من الشريعة الإسلامية. ثم الجزء الثاني أو المنظومة الثانية هي المنظومة القانونية، بمعنى الأحكام التي تحكم بين الناس في نزاعاتهم، في نزاعاتهم المالية أو نزاعاتهم الأسرية، الأحوال الشخصية، الأحكام بين الزوج والزوجة، وأحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الإرث. هذه ما يسمى بالأحوال الشخصية، وكذلك الأحكام الدينية، الأحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج. هذه كلها نزلت في المدينة لتبين شرع الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع المدني المسلم. فالتغيير الذي أحدثه الإسلام في الناس كان إذن كما قلنا قائم على أساسين كبيرين: التغيير النفسي الذي كان قد التغيير النفسي الذي امتد طيلة الفترة المكية، والتغيير المجتمعي الذي امتد على الفترة المدنية التي امتدت على 10 سنوات، بينما امتدت التغيير النفسي العقدي في الفترة المكية على مدى 13 سنة. فهذا التغيير هو الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نريد أن نعالج قضايا مجتمعنا اليوم.
عندما نريد أن نغير ما لمجتمعنا اليوم. التغيير في مجتمعنا اليوم يجب أن يقوم على أساس التغيير العقدي كمرحلة أولى، ثم تغيير المجتمع كمرحلة ثانية. وهذا لا يعني أنه يجب أن تكون المرحلتان متتابعتان، ولكن يجب أن تكون في يومنا هذا متوازيتين. يجب أن يكون التغيير النفسي متوازن في نفس الوقت مع التغيير المجتمعي، أي أن نسعى إلى تغيير عقائد الناس، عقائدهم، لأن يعني كثير من الناس لا زالوا يعتقدون في الخرافات، في الأولياء، يعتقدون بأن يتقربون إلى القبور. فهذا نجده خاصة في الأرياف، حيث لم يصل الناس إلى معرفة حقيقة عقيدة التوحيد. وهذا إذن على مستوى التغيير العقدي، هذا الخط الأول هو تغيير النفس من حيث العقيدة، من حيث كذلك الحياة الروحية، من حيث التربية الروحية. يجب أن يتأصل في الناس المعاني الروحية من الصبر والتقوى والتوكل والرضا واليقين والإيمان بالقضاء والقدر وغيرها. كل هذه المعاني الروحية يجب أن تتأصل في الذوات، في النفس الإنسانية، في ذات كل فرد من أفراد المجتمع. وكذلك التربية الخلقية، يجب أن يربى الناس في هذا المجتمع على الأساس الأخلاق الفاضلة، الخلق، الأخلاق الحسنة. هذا على مستوى التغيير النفسي. ثم كذلك في نفس الوقت يجب أن نعمل على التغيير المجتمعي، أي تغيير العلاقات الاجتماعية التي كانت مبنية على معاني جاهلية ليس لها أي صلة بالإسلام، سواء في المعاملات المالية أو في المعاملات الأسرية. هذه العلاقات الاجتماعية والثقافية والأسرية وغيرها والتربوية وغيرها يجب أن نغيرها لنؤسس مجتمعنا على أساس الشريعة الإسلامية، وعلى أساس الحكم، الأحكام الإسلامية، وعلى أساس النظم الاجتماعية الإسلامية. فهذا هو التغيير الذي يجب أن نؤسس له على مستوى التغيير الفرد الذاتي النفسي، وكذلك على مستوى المجتمعي. وهذا التغيير يجب أن ينضبط إلى ضابطين كبيرين. الضابط الأول هو ضابط التدرج، والضابط الثاني هو ضابط الرفق. بمعنى أن التغيير في مجتمعنا هذا اليوم يجب أن يكون قائماً على التدرج، بمعنى أن نتدرج بالناس في تغيير ما بأنفسهم من العقائد الفاسدة وتحويلها واستبدالها بعقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، وتثبيت وتجديد هذه العقيدة. أن نتدرج بذلك، بهذا التغيير، على المدى الزمني، وأن لا نستعجل تغيير ما بالنفوس، لأن التغيير ما بالنفوس هو تغيير صعب ويحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى وقت. ولذلك يجب أن نأخذ الناس بشيء من التدرج، ولا نجعلهم يعني نفرض عليهم أن يغيروا علاقات اجتماعية فاسدة ويستبدلوها بالعلاقات الاجتماعية الصحيحة، أن نجعلهم يلتزمون بذلك في وقت وجيز، وإنما يجب أن يأخذوا الوقت الكافي لتغيير هذه العلاقات الاجتماعية. والثابت الثاني هو ضابط الرفق، أي أن نسعى إلى الرفق بالناس عندما ندعوهم إلى أن يغيروا سواء ما بأنفسهم أو يغيروا علاقاتهم الاجتماعية، ليستبدلوا بها العلاقات الاجتماعية الإسلامية الصحيحة الثابتة. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بهذا المعنى في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العرف في شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب في دعوة الناس إلى هذا الدين، إلى العقيدة، إلى نبذ العقائد الفاسدة واستبدالها بالعقائد الصحيحة، وكذلك إلى نبذ العلاقات الاجتماعية الفاسدة واستبدالها بالعلاقات الاجتماعية الصحيحة الثابتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. باش يحدث معناها اضطرابات اجتماعية واقتصادية
لا يمكن أن تصور معناها نتائجها السيئة. كما قلنا لو قلنا أن بشقر القانون يحرم الربا كما الله سبحانه وتعالى قال أحل الله البيع وحرم الربا. لو أن انطر القانون في تحريم الربا توقف العجلة الاقتصادية كلها توقف، لأنه المعاملات الاقتصادية والمالية الآن كلها مبنية على الربا. وإنما نقول إحنا الآن ما دام مجتمعنا معناها في هذه معناها قائم على هذه المعاملات، ف وانه اذا كان باش نحولوه الى مجتمع قائم على المعاملات الاسلاميه بحذافيرها كما نزلت، فان ذلك سيحدث يعني من الاضطرابات ما هو اكبر من الفائده اللي ممكن ان تحصل اذا طبقنا، لانه كما قلنا ثم قاعدة تفاضل بين جلب المصالح وترك المفاسد. إذا كان أنت باش تجلب مصلحة ينتج عليها مفسدة أكبر منها، فالأصل أنك تدفع المفسدة قبل ما تجلب المصلحة، أو تراعي أنك التدرج في جلب المصلحة حتى لا تحدث هذا جلب المصلحة مفاسد كبيرة أكبر تفوق بالمصلحة التي ترجو أن تحققها بهذا. ولذلك كذلك معناها من الأشياء التي تبين أن الأحكام الشرعية يجب أن نراعى فيها الوضع الواقع واقع المجتمع، مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقضي بقطع يد السارق عن المجاعة، لأنه هذا ثم فيه حكم القرآن صحيح والسارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. عمر لما جاء به بسارق معناها سرق شيء في عام المجاعة لم يطبق عليه هذا الحكم، لأنه قال هذا عام المجاعة وهذا سرق ليأكل وسرق من أجل السرقة. فهذا يعني أنه تنزيل الأحكام يجب أن يراعى في الواقع الذي يمر به المجتمع، الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك يمكن أن نتبين كيف أن الله سبحانه وتعالى راعى مسألة التدرج ومسألة التهيئة النفسية للناس قبل تنزيل الحكم البات في قضية من القضايا، مثل مثلا تحريم الخمر. تحريم الخمر نزل على تدرج بالتدرج، فنزل قوله تعالى أول آية نزلت في هذا الشأن قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية قال جاءت لطرد على تساؤلات كثير من الناس يجوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حكم الخمر والميسر، فلم يقلهم أنه حرام أو دعاهم إلى ترك شرب الخمر وتعاطي الميسر، وإنما قال فيهما إثم ومنافع ولكن الإثم أكبر من النفع، وكان في إشارة إلى أنه يشجعهم على أن يتخلوا عن هذه عن شرب الخمر وتعاطي الميسر. ثم نزل في بعد ذلك في مرحلة أخرى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي أنه قال لهم وكأنه قال لهم إذا أردتم أن تشربوا الخمر فاشربوا في غير أوقات الصلاة، أي لكم أن تشربوا الخمر ولكن إذا جئتم للصلاة فعليكم أن تنتهوا عن شرب الخمر. وهذا يعني أنه ليس فيه تحريم بات ولكن فيه نهي عنه في أوقات معلومة. ثم في الأخير نزل قوله تعالى التحريم البات الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون، أي أن الله سبحانه وتعالى هذه قال العلماء أن فيها تحريم بات واضح ليس فيه أي لبس، لأن الخمر والميسر هما قد حرمهما الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. فهذا التدرج في النهي عن شرب الخمر والميسر وتعاطي الميسر
فيه مراعاة لنفسية الناس، لأن الناس في أول الأمر لم يكونوا مهيئين إلى ترك هذه المفاسد، فهيئهم شيئا فشيئا بحسب حالتهم الإيمانية، لأن الآيات كانت تنزل في نفس الوقت لتثبيت الإيمان في عقيدة، تثبيت العقيدة الإيمان في نفوس الناس، وكلما تجذر الإيمان في قلوب الناس إلا وتهيأوا للالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحياتهم العملية المجتمعية. ولذلك كذلك احنا المجتمع في وقتنا هذا هو مجتمع معناها العقيدة ليست مثبتة متجذرة في قلوب الناس إلى الحد الذي تجعلهم يعني يلتزمون بكل أريحية ويعني يلتزمون عن طيب خاطر بالالتزام بالأحكام الشرعية المنزلة فيما يتعلق بالمحرمات والمكروهات. فإحنا نقول الشريعة كانت صحيح، ولكن تنزيلها على الواقع هو الذي يقتضي كثير من الحكمة والتدرج والأخذ بعين الاعتبار أن تغيير النفس، تغيير الحالة النفسية والغاية المجتمعية هو تغيير لا يمكن أن يتم في وقت وجيز، وإنما يجب أن يقع فيه التدرج شيئا فشيئا. الله أعلم. سؤال ثقافي، مسألة ثقافية. كثر الجدال في هذه الأيام على أن التمثيل والتصوير بجميع أنواعه حرام، فهل هذا صحيح أم لا؟ التمثيل والتصوير بجميع أنواعه، التصوير الفوتوغرافي والتصوير الزيتي والفنون الجميلة بأنواعها. والله يعني ما عنديش عن دقيق اسمع بها إنسان فقيه ما نافل ولا فقه. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وصوله للمدينة، هل تدرج وقت وصوله للمدينة فما مجتمع قائم ذات فيه اليهود وفيه الكفار، هل تدرج في تغيير الناس اللي في المجتمع؟ يعني هل تدرج والرفق معاه زيادة، تدرج والرفق في تغيير مثلا صاحب السوق ولا في تغيير اللي كان يحكم في المدينة؟ إذا كان تدرج فهل في واقعنا الحالي طبعا يزمن الدرجة زيادة في التغيير؟ وهل الضمن يشتبه بين المجتمع المدني اللي عاش الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمعنا الحالي اللي طوى تم ناس اللي كان باش تدرج تستعمل معها تدرج في التغيير فانه في ظرف وجيز حكم تطور تطور يعني في التحركات كذا في ظرف وجيز ينجم يكسر برشا خدمه تخدمها الناس يكسرها. هذا اذا كان ممكن ان نقارن بين الوضع المجتمعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ووضعنا الان، لأنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم هو أن صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآيات وينزل عليه الوحي ليبين له الأشياء التي ينبغي أن تتغير في المجتمع الإسلامي، فكانت تنزل الآيات التي تحرم الخمر والآيات التي تحرم الربا والآيات التي تبين أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام وتبين أحكام الحج، هذا كله يتم شيئا فشيئا بالتدرج. وكما قلنا لأنه الناس ما كانوش معناها على علم بأحكام الشريعة، الآن صحيح أن الشريعة هي معلومة لدى الجميع والأصل أنه الناس تلتزم بها، ولكن كما قلنا ثم زوز أشياء اللي تخلينا ننضبط بضابط التدرج. أولا هو أنه المجتمع ما هوش مهيئ، كما كان المجتمع في المدينة ما كانش مهيئ، ولو أنه معناها عقيدة الناس كانت أكثر الناس معناها عقيدة مجدرة، ولكن كثير من الناس ما زالوا مش مهيئين إلى تقبل أحكام الشريعة بكيفية لتجعلهم
ينضبطون ويلتزمون بكل هذه الأحكام عن طيب خاطر وبكل أريحية. والعامل الثاني هو العامل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة قام ببناء دولة، أسس دولة اللي هي قائمة على السلطة، سلطة سياسية وسلطة عسكرية وسلطة مدنية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو بمثابة رئيس الدولة الذي يشرع والذي يلزم الناس بالانضباط إلى هذا التشريع. بينما نحن الآن ما عندناش الدولة اللي هي فيها عندها دولة إسلامية اللي عندها السلطة التي تجعلها قادرة على تنفيذ وتنزيل كل الأحكام الشريعة في المجتمع. احنا ما زلنا في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية لم تكن دولة إسلامية اللي عندها القائمين عليها في هذه الدولة، مؤسسات الدولة التنفيذية والشورية وغيرها، ليسوا من الناس الذين عندهم معناها لا يمكن نحكم على هذه الدول القائمة لأنها دولة إسلامية لها السلطة والنفوذ الذي يمكنها من تنزيل كل الأحكام الشرعية. وبالتالي هذا هو نستطيع أن نقول معوق من المعوقات التي تجعل تنزيل الشريعة كما هي برمتها وكلها في نفس في آن واحد هو أمر صعب ويمكن أن يقوم نظرا لهذه المعوقات. بل يكتفي بالقدر لأن الناس سؤال في يسع سيدي تعمل هذا السؤال لدينا خسوال. وكيفاش نجمو سيدي نظهر فهمتني المؤسسات في تونس من الأزلام اللي فهمتني للزونة باش نقولوا فهمتني ننوس ونعصوا ربي سبحانه وتعالى على مدى عقود بالزمن؟ هذه كما قلنا يلزمها معناها تطور المجتمع، يلزم المجتمع يتطور شوية بشوية حتى نصل إلى المجتمع اللي يقوم على أساس الإسلام وأحكام الإسلام. هذا كما قلنا يلزم بالدعوة بالتأثير بالجمع عن طريق الجمعيات، المجتمع المدني عن طريق الدروس، عن طريق الندوات المحاضرات الثقافية وغيرها. هذا كل عمل يجب يكون عمل طويل النفس إلى أن يأتي الحين الذي يتغير معه إن شاء الله ويصير هذا المجتمع قابل لأن يتغير بذاته ويتقبل كل أحكام الدين الإسلامي بإذن الله تعالى. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول في بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله البارز منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دارنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر عملنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اني نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بك رب العالمين.
اللهم إن نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز من جنة ونجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسجونا مظلوما إلا صلحته ولا ولدا إلا هديته وأنصحته ولا حاجة هي كاربا ولا نكير صلاح إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. خلينا نشوف اولا بالنسبه لك انما المشركون نجس فلاقى المسجد الحرام بعد وقتاش عامهم هذا وقت اللي فتحت مكه وقت اصبح النبي عم تسعجل عنده شوكه وعنده جيش وعنده دوله اللي تغلب بها على شوكه المشركين وشوكه المشركين اندثرت معناها وقتها المشركين ما عادش عندهم حق بشر. لازم كان مؤمن يدخل. احنا الان ما عندناش الشوكه. ما ثماش شوكه اللي باش ندخل فيها معناها كل الاحكام الاسلاميه وقت اللي عندنا شوكه وقتها نجم نكون شوف انا اللي يهمني الشطر الثاني من الايه وان خفتم عيله فسوف يغني الشروط واحنا ربي سبحانه نقولوا اليوم مكن للمسلمين وهما خذوا الاغلبيه بإذن الله. شوف والأهم من هذه كل كما قلت لك هو الشطر الثاني لأنه استدلالك سمح الاستدلال متاع أنه إذا كان أنا باش نطبق شرع الله ولا باش نطبق حكم ربي سبحانه فتتعطل معناها العجلة الاقتصادية. احنا عند المسلمين مفهوم الرزق عند المسلم ليس كغيره معناها عند الناس الأخرين وراه مفهوم الرزق راه كيما معناها ينطبق على الفرد وعلى الشخص كيما ينطبق على المجموعة. ربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال توكلتم على الله باش نهيئوا لازمنا نهيئوا الظروف لانه كما قلنا ناس سكروه خلبت احنا ماشي حلو بالسيف وزاد الحصار اللي قلت عليه حتى المؤمنين خسروا وسجنوا وهجروا واوذوا ولكن صبروا وثبتوا. هذا ما ينطبقش على تحكيم الشريعه. تحكيم الشريعه شيء بعد بعد الهجره وقتها تنزل الاحكام تحكيوا على حمل المسلم على حمل الاسلام والتبرئ للناس. فالتخويف من الحصار الاقتصادي وانه احنا اذا كان معناها باش يتقطع رب سبحانه الله سبحانه هو الرزاق الله سبحانه هو المعطي حكم شيء اخر. الدعوه هذيك مفتوحه ما فيهاش حتى مبرر حتى في تنزيل الحكم شيخ اللي عند علماء الوصول يقولوا نحن نتعبد بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول قال الرسول في حديث صحيح الا ان حرام محمد الا ان حلال محمد حلال الى يوم القيامه الا ان حرام محمد حرام الى يوم القيامه. لم نحلل الحرام. احنا ما قلناش هذا الربا حلال ولا شرب الخمر حلال. قلنا الربا حرام وشرب الخمر حرام ولكن كما قال رب سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. احنا النجم الشيء الاستطاعه في المحرمات مش اذا كان انا نفسي غلبتني في حكم معناها مش انا ما يتمشيش على نفسي المجتمع كان فيك على المجتمع انا نفسي بالطبيعه نحكم فيها اما المجتمع انت ما تحكمش فيه بوحدك ثم قوى اخرى تحكم معها تنزيل الايات لابد انه يكون معناها في صوره القيمه يستنبط المسلم ولا القائمين على الشأن الإسلامي يستنبطوا مش حدود أما أشكال التدرج للوصول إلى الحدود وإلا ناخذوا الموجود توا ونطبقوه في انتظار أنه يجي وقت اللي باش يطبق فيه الحدود.
معناها قلنا هذا تطبيق الحدود هو مش معناها باش نلغوها الحدود وباش نبدلوها بحدود اخرى. الحدود هذيك ثابتة لا جدال فيها، القطعة والسائق والرجم الثاني هذيك متفاهمين فيها، لكن تعويضها في السجن الان هل لان معناها نجم نطبقوها ثم تهيئة الظروف باش نعمل بها ولا لا؟ احنا قلنا ثم عوائق الان لتنفيذ هذه الحدود. العوائق انك ما عندكش السلطة مثلا، المجتمع مازال مش مهيئ باش تطبق عليه الحدود هذه، الوضع الاقتصادي تجي باش انسان سرق وهو فقير ما عندوش باش يكون عشان يمشي يسرق تقول له نطبق السرقة هذه، حتى عمر ما عملش فيها في اعتبار هذيك نقبلوا بالقوانين الموجودة. اي نقبلوا معناها كمرحلة تقارية في انتظار انه تتهيئ الظروف وتوزان الواقع ان شاء الله. شيخ الشيخ اسماعيل اسمي كان ترشح للرئاسة في مصر، سئل نفس السؤال، قال من ينادي بتطبيق الشريعة بالدرجة فقد هيمن على المهم وهذه لا يجوز ويكون معادن وهذه لا لم يدور في الحد الاستطاعة وضعية خاصة ادخل البيت خدي وضعية خاصة ادخل خدي بعد شهر نطبق، وإذا كان بعد عامين نطبق ولو بعد 200 سنة وقت يرفع توفر ركن الاستطاعة وقت نطبق شهر في الوقت الحاضر راهو ركن الاستطاعة حد الاستطاعة غير متاح غير ممكن. والنادي بتطبيق الشريعة والنادي بتطبيق الشريعة بتدرج وقد هيمنة على المهم هذا والعياذ بالله. ربي يبارك لكم في دعائكم، ربي يبارك لكم.